السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق جميع الناس إلى حرارة، والصلاة والسلام على من ألف بين قلوب الناس أخيارا وأغيارا، وعلى آله وصحابه الذين جعله الله أبرارا. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، أساتذة الأجلة، وإخواني الأحبة، أريد اليوم في هذه المناسبة الضارة المتعلقة بالحرية القومية الوطنية أن ألقي عليكم كلمات وجيزة في أوقات قصيرة. أيها المستمعون الكرام، هذه حقيقة لا تنكر أن المحافظة شكرا جزيلا لهذه الجالية الإكرام. السلام عليكم ورحمة الله.